سلام لإدماج المعاقين. درنا واحد الزيارة ميدانية للمركز، صراحة تفاجأت بالمستوى ديال التنظيم، تفاجأت بالمستوى ديال التسيير، بالمهنية اللي كيتسير بها المركز. لاحظت واحد الارتياح على وجوه الشباب المستفيد من من من, من الخدمة اللي قدمها المركز هذا كامله. كنبغي نثني على الفريق وعلى الجمعية على العمل ديالها الجاد والعمل ديالها الجبار. ومن بعد التحقنا بواحد المشروع خاص ديال واحد الشاب اللي كينتمي للجمعية، كنهضر على جمعية السلام لإدماج المعاقين في إطار المشاريع المثيرة للدخل. هو مشروع حلاقة، أكيد بأن بلادنا ما غتزيد إلا بحال النوعية ديال الأنشطة، بحال النوعية ديال المشاريع، خاصة الناس ذوي الاحتياجات الخاصة، خص يكون نشوف هذا التوجه. حنا كنشجعهم كمجلس الجامعي لمدينة زكان، وحنا كنقول لهم حنا معاكم، واقفين معاكم، والأبواب مفتوحة من أجل أن نتعاونوا ونوصلوا هذا المسير اللي بداوها مجموعين، ونتمنوا التوفيق للجميع. شكرا. مرحبا بكم. راه هذه الجمعية راه مزيانة، وقفت ليا مع ولدي، نقدت شحال من حاجة، وكيراقبوا وخدام معاهم مسكين وكل شيء، وراه تهلاو فيه وجابوا ليه الماتيريال، جابوا ليه كل شيء، ما خرجوش ليا حافي بحدا. وكنشكر الجمعية ونشكر سادة الرئيس، ونشكر كل شيء الدراري اللي معاهم، وخالد وكاع الجمعية اللي معاهم، وبارك الله فيكم حتى نتوما. أميري بوزكري، مندوب الإقليمي للتعاون الوطني بإنسكان إيت ملول. إحنا الآن بصدد واحد المبادرة اللي كانت كتسويج العمل المشترك ما بين جمعية السلام لإدماج المعاقين بإنسكان والتعاون الوطني، واللي كتمثل في ترجمة التكوين والتأهيل الحرفي للأشخاص والشباب في وضعية إعاقة، إلى هذا التكوين للترجم والتوج بمشاريع مدرة للدخل. وكما كنشوفوا احنا شفنا واحد ثلاثة المشاريع ديال الشباب اللي كيستافدوا من التكوين الحرفي بتنسيق وشراكة مع التعاون الوطني على مستوى إنسكان إيت ملول. هاد الوليدات اللي دوزوا واحد الفترة ديال التكوين في المركز ديال التأهيل التربوي التابع لجمعية السلام لإدماج المعاقين، وتمكنوا من الحصول على دبلوم ديال التعاون الوطني. والآن هاد التكوين باش يبين لنا الوقع ديال هاد التكوين ويساعدهم في الاندماج في المجتمع، تم تتويج هاد التكوين بمشاريع مدرة للدخل، وهي كما كتشوفوا مثلا عندنا الصالون ديال الحلاقة اللي كيسيروا واحد الشاب من الشباب اللي في وضعية إعاقة، واللي كما استفد من هذا التكوين كما سبقت الإشارة. وكذلك مشاريع أخرى، شفنا مشروع ديال مصبانة، ومشروع كذلك ديال الصالون. وهذه هي مبادرة كيساهم فيها التعاون الوطني، كيساهم فيها جمعية السلام، وكذلك باقي الشركاء. وإن شاء الله مازال عندنا تجارب أخرى إن شاء الله غادي تبلور وغادي تترجم على أرض الواقع من أجل إدماج الأشخاص في وضعية إعاقة. صالون العلاقة وجدي الدبلوم سي مولي مبدع في جامعة السلام لإدماج المعاقين بإنسكان. تكون دوزتو زوين بزاف، كان موفر لكم جميع الوسائل التعليمية. جميع الوسائل. منير أمداح، رئيس جمعية السلام لإدماج المعاقين. تأكيدا للأهمية البالغة التي يوليها صاحب جلالة الملك محمد السادس للفئة الأشخاص في وضعية إعاقة، وخصوصا الجانب الإدماج السوسيو اقتصادي لهذه الفئة، وتفعيلا للمخطط الاستراتيجي لجمعية السلام لإدماج المعاقين. اليوم الحمد لله تم افتتاح مجموعة من المشاريع المدرة للدخل لفائدة خريجي المركز التربوي التأهيلي للأشخاص في وضعية إعاقة،
الحلقة التابعة للجمعية. وهذا هو الهدف الأسمى أو الرسالة التي تخلق من أجل هذا المركز، وهو إيجاد فرص الشغل الهدفية. إلا لأن خلقوا مجموعة الإشكالات لدى الفاعل الاقتصادي أو لدى أرباب المحلات أو والشركات، لأن باقى تلك ما زالت تلك الصورة النمطية حول الإعاقة وحول القدرات الشخص في وضعية إعاقة. لهذا ارتئينا الدعم أو تقديم الدعم المباشر لهذه الفئة، وذلك بخلق مشاريع مديرة للدخل حتى تكون بداية لتغيير الصورة لدى الفاعلين. والحمد لله توفقنا بفضل الله من أجل دعم ثلاث مشاريع اللي هي عبارة عن محلين للحلاقة ومحل للتصميم، وبكلفة لا تتجاوز 50,000 درهم. يعني حتى المبلغ ماشي شي مبلغ اللي هو كبير، وإنما الحمد لله تمكننا أننا نخلقوا به الثلاث مشاريع. مشروع اللي دعمناه 100%، والمشروع الثاني اللي دعمناه تقريبا 21%، والمشروع الثالث اللي اكتفينا بالدعم عن طريق المواكبة والمصاحبة والتوجيه. وهذه ما هي إلا انطلاقة من أجل تحقيق مشاريع مماثلة اللي غادي تضمن الاستقلالية والكرامة لهذه الفئة التي لا تتجزأ من المنظومة أو الخريطة الاجتماعية. سأننا نقدم الشكر الجزيل على الفاعلين اللي حضروا معنا اليوم بقوة، رئيس الجماعة الترابية لإنزكان الأستاذ رشيد المعيفي، وكذا النواب اللي حضروا معنا اللي رافقوه، كذلك نائب الأول لرئيس مجلس عمالة إنزكان السي خالد أكشار والأستاذة مريم الرقراقي، وكذلك الشريك الاستراتيجي والأساسي اللي هو المبادرة الوطنية للتنمية البشرية والتعاون الوطني في شخص المندوب الإقليمي للتعاون الوطني، في أفق إن شاء الله أن هاد الشركاء أنه تجدد الشراكة معهم، يكون أننا ندير واحد تشخيص حول الإشكالات أو الحاجيات اللي كتطرح حاليا، على أساس أنه يتم الانخراط ديال هاد الفاعلين من أجل توسيع رقعة الاشتغال واستقبال طلبات جديدة. لأن كنعرفوا المركز اليوم عنده أزيد من 200 طلب في لائحة الانتظار من أجل الاستفادة من الخدمات دياله، على أساس إن شاء الله يتبنوا مراكز مماثلة.